وفي متابعة لأداء الأسواق على مدار الأسبوع الماضي نذهب معا إلى غرفة الأخبار، تنضم إلينا من هناك الزميلة ماري سالم. صباح الخير ماري، أهلا وسهلا فيك على البرنامج مجددا. خبرينا من خلال قراءتك، أو ما هي قراءتك لتعاملات الأسواق على مدار الأسبوع الماضي؟ كان أسبوعا داميا لا شك. أكيد سبا، صباح الخير لك. يعني فعلا نهارة الخميس والجمعة كانوا نهاية أسبوع شوي متقلبة إذا بدنا نجي ناخد على صعيد أمريكا وحتى الأسواق الآسيوية. يعني الأسواق الآسيوية أغلقت قبل ما يكون في الجلسة تبع أمريكا نهارة الجمعة، وكانت بالتالي عم تتأثر بالنتائج أو بالأحداث يلي كانت عم بتصير نهارة الخميس. يعني شفنا ضغوطات كتير كبيرة على قطاع التكنولوجيا يلي هو كان سببه الرئيسي ارتفاع نوعا ما بالأسعار تبع الفائدة، يلي هي شوية عطى نوع من الانديكيشن أنه ممكن يكون في ضغوط على السياسات النقدية اللي ممكن تتبع المصارف المركزية الكبرى. فبالتالي صار في ضغط، صار في نوع من ضغط على المتداولين أو المستثمرين، وصار في ضغط بالبيع. فشفنا شوية هبوط حاد بالمؤشرات الآسيوية كلها، يعني ما كان في استثناء لأي واحد منها. هلأ المفاجئ كان أنه نهارة الجمعة صار في عنا شوية أحداث، أو السبت حتى مش الجمعة، أنه أحاديث بخصوص تحفيزات التريليون 900 مليار يلي انحكى فيها بايدن، هلأ ممكن عم جرب أنه يبتها. هيدي كلها شوية ممكن تعطي انعكاسات للأسبوع اللي جاي، بس للأسف الأسبوع اللي قطع أبدا ما كان عاطي انعكاسات. في كم سهم على ناسداك 100 هن اللي كانوا عم بيعطوا إيجابية، مثل الأمازون ومايكروسوفت وشركات كانت عاطية نتائج، بس إجمالا الدولار عم بيرتفع. العوائد كانت مرتفعة الخميس على سندات الخزينة، رجعت انخفضت نهارة الجمعة. الذهب عم بيتراجع بالسعر، ونفس الشيء بالنسبة لسعر البترول. فبالنتيجة بس نتأمل أنه شوي يكون في انعكاس إيجابي للأخبار يلي طلعت من ناحية لقاح لجونسون أند جونسون، أو حتى التحفيزات يلي كانت ممكن أن تبتها هلأ الحكومة الأمريكية. ماري شكرا جزيلا لك على هذا الملخص، سوف نكون لنا وقفة أخرى معك طبعا لاحقا هنا في الاستوديو، ننتظرك. أهلا وسهلا. شكرا.